وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء، ومكملين في سلسلة الحب وبنشوف الأصناف اللي بيحبهم ربنا، وبنحاول نشوف المغزى ايه. وضيفنا الشيخ أحمد علوان من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بك يا شيخ. مرحبا يا سيدة. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. مكملين طبعا سلسلتنا سلسلتنا يحبهم ويحبونا. احنا مع الحلقة رقم 31 بفضل الله، بعد ما تكلمنا عن حب الله سبحانه وتعالى للمتوكلين، للمؤمنين، للمتقين، للمحسنين، للصابرين، لمن يتبعون سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، المتصدقين والمتصدقين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. النهاردة مع آخر صنف ربنا سبحانه وتعالى أعلن حبه لهم في القرآن الكريم في سورة الصف الآية رقم 4: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الآية جميلة، بتعبر عن معنى جميل قوي، إن احنا يبقى كلنا عملنا جماعي. يقاتلون يعني عمل جماعي، لما نعمل حاجة سواء قتال أو غيره، سواء في البيت، سواء مع جيراننا، سواء بنعمل خير. دايما القرآن حتى لما بينادي علينا بينادي بصيغة الجمع: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. تلاقي الصيغة الجمعية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. أنت لما تعمل حاجة تعمل حاجة لله سبحانه وتعالى. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ واحد بيقاتل عشان حزب، ولا بيقاتل عشان طيار، ولا بيقاتل عشان جماعة، ولا بيقاتل عشان فكرة. ده موقفه. قال له: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، تبقى لله. يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يبقى فيه نظام، في نظام في أصعب الظروف، في نظام في عبادتك، في نظام في المسجد، في نظام في البيت، في نظام في صلاتك، في نظام. العبادة تعلمنا النظام، تمام؟ وخلينا ناخد الدرس ده بقى من الآية دي اللي بتعلمنا ان احنا نبقى منظمين في حياتنا. العبادات تعلمنا النظام ازاي؟ عندنا الصلاة، هو ينفع واحد مثلا قبل موعد الفجر الساعة 4 مثلا، ويجي مثلا 4 أو ما هو صلي الفجر، نقول له لا تصح صلاته. ليه؟ لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، ودخول وقت الفجر بأذان الفجر. ما دخلش الوقت، ما تجيش قبلها بعشر دقايق ربع ساعة تقول له ما هو صلي، دي حاجة. طب دخل الوقت، الصلاة يشترط لها الوضوء، انت مش متوضي، لا، من النظام في الصلاة انك تتوضى. هكذا الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ده نظام علمنا اياه الاسلام. حتى في وقفتنا في المسجد، مستحيل يا استاذ دعاء تخش المسجد في صلاة الجماعة وتلاقي واحد واقف قدام واحد، واقف فرا، واحد يمين واحد شمال. لازم ايه؟ صفوف منظمين. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري ومسلم ليه حديث جميل قوي، بيقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. ده حديث بخاري ومسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا: خلي بالكم، لازم أنتم في صلاتكم منظمين، ما ينفعش الهرجلة ولا ينفع العشوائية، لا، أنت في صلاتك يبقى لازم أنت تكون مصطف في صلاتك. ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للصلاة. هحكي موقف جميل أو متعلق بالصلاة بعد ما نصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. رجل غير مسلم كان يعمل مهندس في المملكة العربية السعودية، وبعدين جه حد من الدعاء والعلماء بيقول له: يعني شوف الحرم شكله عامل ازاي، تاخد وقت قد ايه تصف الناس دي؟ يعني انت محتاج وقت عشان الناس اللي قدامك دي كلها تخليها مصطفى كده صفوف ونظام. قال لهم: ادوني 3 ساعات، ده اللي قدامه دول بس. قالوا: طيب لو انت تعرف ان المكان ده عباره عن 4 طوابق، كل مكان 3 في 4، يبقى انا محتاج 12 ساعه عشان اصف الاربع ايه؟ 4 ادوار دول. قالوا له: طب انت تحتاج قد ايه لما تعرف ان دول مختلف اللغات والاجناس والبلدان؟ قال: الموضوع ده هيطول. قلت: طب استنى. كان دخل وقت الصلاه فالامام استوى ثم قال: الله اكبر، كل من في الحرم في صف واحد وفي كلمه واحده اصطفوا خلف الامام. قالوا الحته دي مع المهندس ده لفتت نظره قوي، كانت سبب في دخوله الاسلام. عشان ايه؟ عشان شاف نظام، علشان الله اكبر جمعت الناس، علشان الامام لما تم او اصبح اماما للناس الناس التزمت بيه. فده اللي بنتعلمه من صلاتنا. عندنا برضو الصيام. الصيام احنا بنصوم رمضان فرضه الله سبحانه وتعالى علينا في العام. جيش واحد يقول: انا هصوم السنه دي شوال.
أو واحد تاني يقول أنا هصوم السنة دي ربيع، نقول له لا، هو رمضان اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه، لا قبله ولا بعده، تمام؟ طيب احنا عندنا بنصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما يجيش واحد يقول أنا هصوم من الظهر لحد العشاء، برضه ما ينفعش. خدت بال حضرتك؟ يبقى ده نظام الأمة كلها بتمشي عليه، ده في الصيام. عندنا في الزكاة بيقول لك من شروط الزكاة أن يحول الحول وأن يبلغ المال النصاب. يجيش واحد يقول لك أنا أطلع زكاتي كل شهر، يا عم لا ما ينفعش، في نظام للزكاة، حتى أنت لما تحب تطلعها مش بتطلعها لأي حد، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب، الآية رقم 60 في سورة التوبة، وربنا الخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى في نظام في الزكاة. عندنا الحج، هو الحج ينفع واحد يروح يقدم مناسك الحج في الأردن مثلا؟ ولا هي لازم طبعًا. المناسك طبعًا. طيب عندنا مناسك الحج بتؤدى في موسم الحج، ينفع واحد يروح يؤدي مناسك الحج في شهر رمضان حتى لو هيؤديها في المكان في عند الكعبة؟ ما ينفعش. يبقى في توقيت وفي ايه وفي مكان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، يبقى لازم ناخد المناسك زي ما هي، وناخد النظام اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا اياه صلى الله عليه وسلم كما هو. فالنظام في حياتنا، النظام في سياراتنا، النظام في أماكن عملنا، النظام في بيوتنا. وياريت ناخد من الحلقة دي رسالة أن كل واحد ينظف وينظم ويرتب المكان بتاعه، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وهنا برضو يعني كان شيخنا الشيخ أحمد مالكي في الفقرة بيتكلم عن الوفاء وعن يعني مهتم بالحاجات الزوجية، فأنا ليه الزوج ما يساعدش زوجته؟ ليه الزوج؟ إن شوف حديث النبي، كان رسول الله في خدمة أهله على طول الخط، يعني ما كانش لما هي تبقى هي تعبانه وتقول له اعمل لي كوبايه شاي، لا ده كان بيعمل شاي وهي تعبانه وهي مش تعبانه، وهي محتاجه وهي مش محتاجه. يعني الحديث بيقول كان رسول الله في خدمه اهله، مش وقت ما تحتاج او وقت ما تبقى عايزاه او وقت مش قادره، لا، او فتره العذر الشهر، لا، على طول الخط صلى الله عليه وسلم كان في خدمه اهله، يخصف نعله، يرقع ثوبه، يحلب شاته صلى الله عليه وسلم. فده النموذج اللي احنا نقتدي به صلى الله عليه وسلم، ان احنا نبقى منظمين في غرفنا، منظمين في بيوتنا، منظمين ومرتبين في مكان عملنا، منظمين حتى في مواعيدنا، منظمين حتى في كلامنا، منظمين في تعاملاتنا كلها وحياتنا، علشان النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا. طيب نشوف بقى فضل. مع بعض ومع مشاهدينا أول تقرير خير ومؤسسة سقيا الماء. برنامج بيت دعاء مهم عندنا جدا المصداقية، علشان كده أنا كل فترة بحب أنزل مع مؤسسة سقيا الماء على الأرض علشان أشوف بنفسي وأتابع الإنجازات. أنا موجودة النهاردة معاهم في محافظة مرسى مطروح وفي منطقة راس الحكمة، بس طبعا جوه في الصحراء كالعادة، بنفضل ماشيين كيلوات كتيرة جدا جوه الصحراء. أنا يعني ساعات بقول أنا مش عارفة إزاي هما بيوصلوا للأماكن دي، وإن هنا في سكان وناس محتاجين للمية. النهارده جايين علشان نستلم ثلاث ابار مع سفارة دولة الإمارات ومؤسسة أحمد بن زايد النهيان الخيرية بالتعاون مع مؤسسة سقيا الماء. ثلاث ابار هنستلمهم إن شاء الله النهارده في محافظة مرسى مطروح. وزي ما انتم شايفين الستايل البير ده انا معجبه بيه جدا، الستايل بقى اللي هو العربي معمول بيه. انا مبسوطه ان انا بشوف الانجازات بنفسي على الارض، وربنا يكرم كل حد بيساهم في الخير وبيساهم في انه يوصل الميه للناس اللي فعلا بعيده كده والناس اللي فعلا محتاجه الميه دي. شكرا لسفاره دوله الامارات على اعمالها الخيريه، ومؤسسه احمد بن زايد النهيان الخيريه، ومؤسسه سقيا الماء، وكل حد بيفكر وبيعيش لغيره مش بيعيش لنفسه بس.
دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. ربنا يكرم كل حد بيساعد في الخير. وطبعا كنا في آخر رحلة دي مع مؤسسة سقيا الماء المرسى مطروح، واستلمنا الثلاث أبار بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات. صحيح، وده بصراحة تعاون وتعامل مثمر جدا، وده اللي فينا مدل على مصداقية الناس وحب الناس لمؤسسة سقيا الماء، ان يجي تبرع من خارج مصر من دولة شقيقة كدولة الإمارات ومؤسسة عريقة زي مؤسسة احمد بن زايد النهيان الخيرية. ويعني العمل ده لا شك ان هو عمل طيب ويا رب في ميزان حسنات الجميع، وعايزين نقول ان احنا محتاجين مزيد من ده، ومحتاجين ان احنا نكتر. احنا كنا بنقول قبل كده ان احنا بنعمل لكل مثلا منطقه فيها 10 بيوت 12 بيت بنعمل لهم بير، اصبح ده لا، محتاج اكتر من كده. محتاجين ان احنا يعني عايزين نقول لكل بيت او لكل بيتين محتاجين بير، وده يدوب بيكفي احتياجاتهم، لان الميه ما حدش بيستغنى عنها، سواء اكل سواء شرب سواء استعمال شخصي سواء يعني. وبعدين عندنا البيت مثلا فيه 4 5 افراد، لا محتاجين ميه تكفيهم. وبعدين لما يبقى في عجز في المية، يعني انا النهارده لحد الخميس اللي فات المايه قطعت عندي كده في التجمع حوالي 7 8 ساعات. والله يا استاذ دعاء كنت عمال بايه يعني بهيص وليس، والله العظيم. ففعلا ساعتها الواحد يعني لا يشعر بالنعمه فعلا الا عندما يعني يبتلى بها. المايه لما بتتقطع الواحد بيحس انها وقفت الحال فعلا. سبحان الله، يعني هي حياه بجد. عايزه ميه للاكل، عايزه ميه تتوضي، عايزه كل يعني حاجه للشرب. فلازم تبقى انت بقى ايه حساسه قوي، واخده بالك وبتركزي طبعًا. لا نخلي طب ما نكترش طب ما ودي ايه دي 7 8 ساعات. سبحان الله، بقول لك بعد 8 ساعات الميه هتيجي. طب الناس اللي بقى لها شهر واثنين وسنه واثنين وثلاثه عايشه على الوضع ده، ما فيش ما عندها في بيت، وبتشتري ميه وبتشتري جاكن، يا يكفيها يا ما يكفيهاش. طبعا ربنا يقدرنا على فعل الخير ان شاء الله. احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا مشاهدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شجع الإسلام على إعمار الأرض وزراعتها، وأن يكون المسلم إيجابيا في كل أحواله، وأن يكون نافعا لنفسه ولغيره. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على كل فعل من أفعال البر والإحسان. سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا طبعا مع بعض دلوقتي تقرير وقف لله النخل ومؤسسة سقيا الماء، ودي من مشروعات الصدقة الجارية للمؤسسة. طبعا أرقام تليفون سقيا الماء موجودة على الشاشة عشان لو أي حد حابب أنه يتواصل معهم للصدقة، للزكاة، للصدقة الجارية. وده مشروع من المشروعات الصدقة الجارية النخل. الحمد لله رب العالمين، ده من المشروعات الناجحه جدا. وعايز اقول للساده المشاهدين يعني الحمد لله قريه سقيا الماء 2 اللي في وادي النطرون اوشكت على الانتهاء، يعني خلاص قربنا ان احنا ان شاء الله نخلصها يعني باذن الله. وبعد كده هننتقل للوادي الجديد، وعندنا كمان ارض ثالثه في سيوه في مطروح باذن الله. فاللي عايز خير ممتد، يعني النخله دي بتطرح كل سنه وخيرها ورعها في ميزان حسنات اللي هيزرعها على بقى مدار 70 80 سنة حسب عمرها. فربنا يا رب يتقبل مننا يا رب. آمين، ربنا يتقبل. أنا بشكر حضرتك في نهاية الحلقة، وبشكر كل مشاهدينا، واسيبكم مع آخر تقرير خير ومؤسسة سقيا الماء. زي ما أنتم متعودين دايما من مؤسسة سقيا الماء على الإنجازات الكبيرة والأنشطة الكبيرة، عملت مؤسسة سقيا الماء من سنة تقريبا محطة الزهنات في ديشنا محافظة إنا، وجاية المرة دي عشان تعمل محطة أضخم وإنجاز أكبر، محطة كرم عمران. هنا في محطة كرم عمران
في مدينة إنا محافظة إنا المحطة اللي موجودة دي هذه لا تكفي حاجات الناس. ليه؟ لأن عندنا نجع جبريل، قرية نجع جبريل والقرى المجاورة حوالي من 30,000 ل 40,000 نسمة محتاجين إن هم يعيشوا وتوصلهم المية. فإحنا محتاجين نرفع نعمل محطة وننشئ محطة من الألف إلى الياء علشان نقدر نوصل المية ونعمل لهم خزان هناك في نجع جبريل. هنعمل المحطة هنا كرم عمران في أقل من المدة المحددة إن شاء الله. كل خطوة في حياتنا بتبتدي بحلم، والحلم ساعات بيكون كبير قدامنا، وأعظم الأحلام إنك تفكر في غيرك، إنك أنت تكون سبب لغيرك إنه يعيش ويساعد غيره إنه يعيش. مؤسسة سقيا الماء جت هنا بعد ما شفنا محطة كرم عمران وقلنا لكم إن إحنا عايزين نعمل المحطة دي. بس أنا عايز أقول لأبائنا وحبايبنا اللي إحنا واقفين في وسطيهم دلوقتي، إن شاء الله إن شاء الله في أقرب وقت بإذن الله إحنا خلاص اتعمل البروتوكول ما بين مؤسسة سقيا الماء وما بين شركة المية، علشان لما شركة المية وثقت في مؤسسة سقيا الماء لما عملت من سنة محطة الزهنات في دشنا برضه هنا في هنا، الحمد لله الحمد لله إن شاء الله بكمل المسيرة وحنبدأ العمل هنا. المجتمع المدني بيكون دور مهم جدا ان احنا نقدر نساعد كل ما يتعلق بكل ما يحتاجه اهالينا في كل مكان، والشراكه مع الحكومه ان احنا نقدر نوصل الميه وكل ما يحتاجه اهالينا في كل مكان. احنا هنا ليه النهارده؟ احنا هنا عندنا حلم، والحلم ده احنا بنفكر فيه وباذن الله هيتحقق بدعم حضراتكم. هيتم عمل محطه ميه هناك. محطه الميه دي هتكون لاهالينا في عزبه جبريل، هتخدم من 30 ل 40 الف نسمه، المحطه هتقدم 30 لتر في الثانية. بدعم حضراتكم مجهودات سقيا الماء وإن احنا كل مكان في مصر من صعيدها من شرقها لغربها من مرسى مطروح، وقمنا بعمل العديد من المحطات الحقيقة بتعاون مع الحكومة المصرية، بإذن الله نكون مع بعض في خلال 3 شهور وإحنا بنحتفل ببناء محطة مياه عزبة جبريل هنا في كرم عمران، محطة كرم عمران، واللي جاي أحلى طول ما حضراتكم تدعموا مؤسسة سقيا الماء. شاركنا خير كبير وساهم معانا في إنشاء محطة مياه لأهالينا في عزبة جبريل بمحافظة إنا. شارك معانا بصدقتك وزكاتك بسهم أو أكتر، قيمة السهم 5000 جنيه، أو شارك باللي تقدر عليه. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان.